الحقيقة كلما قربت ساعة الانتخابات ومدة وقصرت المدة إليها نشهد حدوث كثير من المشاكل داخل العراق عموما وداخل بغداد. يعني هنالك جهات عديدة تحاول أن تعيد العراق إلى مربع الصفر. يعني إذا للبداية يعني كل ما يتحقق من آمال لتطوير العراق ووصوله إلى مكانته السابقة قوة داخلية وخارجية تسعى من أجل إعادة العراق إلى المربع الأول. يعني اليوم شهدنا حدوث كثير من حالات القصف على مواقع مدنية، يعني مطار بغداد يشكل الرئة التي تربط العراق بغداد عموما خصوصا يعني بغداد بدول العالم. إذا ما تعطل المطار تعطلت كثير من الأمور في البلد. لذلك أعتقد أن هنالك وراء هذا القصف مصالح معينة، مصالح تحاول أن تؤجج الأزمة من جديد، تحاول أن تعيد العراق إلى حالة الفوضى والاضطراب التي قد شهدها سابقا. طيب أستاذ سيد فيصل، يعني جملة من القرارات ومن الإجراءات أقرها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، منها هو يعني حصر السلاح المنفلت بيد الدولة العراقية وفرض القانون، هل سينجح بذلك برأيك؟ لا بالتأكيد صعبة. يعني كل ما قلت لحضرتك في بداية حديثنا أنه كلما قربت ساعة الانتخابات زادت المشاكل وزادت التحديات. يعني احنا اليوم نشهد كثير من محاولات تأجيج حتى الطائفية من جديد على أرض العراق. يعني كثير من القوى التي لا يعجبها أن يعود العراق إلى وضع الطبيعي. يعني اليوم العراق أمام تحدي كبير، البعض يحاولون أن يثيروا المشاكل داخل العراق، قد تكون هنالك قوى أجنبية تدفع إلى هذا الموضوع. مثلا أعتقد أن وجود سلاح منفلت لدى العشائر وسلاح منفلت لدى كثير من الأشخاص قد يكون سبب من الأسباب التي تدعو إلى مثل هذه الفوضى. يعني سيطرة على السلاح خارج المنظومة الحكومية ومنظومة الدولة قد يؤدي إلى خراب مصالح بعض الشخصيات وبعض القوى الأجنبية. نعم، شكرا لك على هذه التفاصيل. كنت معي من بغداد فيصل ريكان، خبير قانوني واستراتيجي، شكرا جزيلا لك.